الخبز ما يترماش في الحقيقة، كون جاي نص واحدة نشري نص واحدة. كان جيت للدولة نبيعوا بخمسة آلاف الخبزة، خمسة آلاف الخبزة وقليل. الشيء اللي راهم يديروا فيه حرام بزاف. ولي بيت تشري زوج خبزات ثلاث خبزات، الناس تشري خمسة عشرة. في كل دورة تسيب الخبز مرمي في الزنقة. واش نقول لك، الناس يتشري على حساب وعلى حساب، كاين اللي يشري باش ياكل وكاين اللي يشري باش يطيش، فهمتني؟ تقريبا كيما في الفطار، برك نوعوا شويه، يحبوا حاجه تاع السانوج، حاجه مدوره، حاجه كذا كذا، والخبز عادي ينقص، هذا ما كان لا كونتيتي هي تقريبا هذا واحد 2000 كيما هذا. حاجة رانا نحكيو على الخبز، على الاستهلاك تاع الخبز. نعم. شحال راك تشري في التيفانة في النهار في رمضان؟ اسمع، على حسب واش نستهلكو، كما نقولوا على حسب الغاشي وعلى حسب واسمو. شحال تسدي للدار؟ نورمالمون خمسة ستة. خاطر رانا نشوفو بلي راهم يطيشو. العائلة، على حسب العائلة. شحال راك تشري الحاجة في الخبز؟ رانا نشوفو بلي راهو يطيشو كامل في الخبز. كاين بزاف، ماشي خسارة بزاف اللي رانا نشوفو فيها. الخبز ما يترماش في الحقيقة. لا هو نشري قيسي وحدة ما نفوتش. هو كون جاي نص وحدة نشري نص وحدة. في رمضان ما نديش بزاف، ما ديفون طيبو في الدار. حتى ما نبدلوش هذا الخبز. أنا بالنسبة لي لو كان جيت للدولة نبيعوا بخمسة آلاف الخبزة، صدقني والله غير خمسة آلاف الخبزة. الله يعزك خويا، الله يعزك. خمسة آلاف الخبزة وقليل، وعلاش؟ لأن في كل دورة، هاوليك في كل دورة تسيب الخبز مرمي في الزنقة. على بها ربي يرفع البركة وخلانا هكذايا. من قبل ما نهضروا في أمور واحد أخرين، نترباو في دارنا ونكونوا كذلك. حتى الخبز علاش؟ دوكا تروح تشري خبز 12000 5000 10000، فهمت؟ 15000 حتى الانسان يخرج بالخبز. فالانسان يتقي الله سبحانه وتعالى، الانسان في نفسه. والنصيحه للشعب الجزائري كامل، يحاول كاش يكونسومي الخبز حسب المقدور تاعو. دوك حنا شنو نقولوا؟ الخبز راه بارتو وين تروح يسيبوا الخبز مقيوس. باسكو ليا اولي دوكا رمضان، اولي بيت تشري زوج خبزات ثلاث خبزات، الناس تشري خمسه 10. وكاين اللي عنده ذراري، كاين اللي عنده ذراري دوك يخمم لوليدو، ما يشوفوش لينا حنايا. انا واحد من الناس كنت ناكل الخبز، بصح في دار رمضان والله ما ناكلها. عندي خبز زوج الحمد لله يا ربي. حنا نطلبوا حاجه واحده برك، الناس اللي راهي تبذر تسيي كيف تنقص. باسكو ليا الشيء اللي راهم يديروا فيه حرام بزاف. دوكا في دار رمضان راه كاين في الميدا، راهي الله يبارك منوعه، هاي بعمره. دوكا نسيو البولك راهي ينقص لنا الخبز. انا واحد من الناس راني يعني ناكل بولك على الخبز. نطلبوا حاجه برك ان شاء الله بربي، هذا الشهر ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا، وننقصوا نسيو كيف ننقصوا لهم ماكسيموم، ونقولوا للناس يا ودي هذا التبذير ماشي مليح، مع ربي ماناش مليح. سيي كيفاش تدخل للبولونجي باش تدي زوج ثلاثه اربعه. وان شاء الله بربي نطلبوا واحد الانسان عزيز علينا بزاف وراه غايب علينا، يسموه بن ميرا. نطلبوا له ان شاء الله بربي يحفظه ويهديه ان شاء الله. بارك الله فيك. الصحة الصحية ان شاء الله.